نروح لحياة كريمة، حياة كريمة مبادرة ومؤسسة، حياة كريمة فعلا فعلا بتشتغل بمنتهى السرعة. يعني خد بالك، أنا خدت بالي من الخبر اللي كانوا بيقولوه زمايلي فيما هو متعلق بمشروعات حياة كريمة في 8 محافظات. 90% من مشروعات حياة كريمة في 8 محافظات خلصت. أنا هنا بكلمك على الشغل المتعلق بالناس. حياة كريمة كمان حتى لو الأمر ما هوش متعلق بمنطقة، بقرية، بمحافظة، بكفر، بعزبة، بنجع، لو مواطن هتجدهم بيتحركوا. فحياة كريمة تقدم الدعم بسرعة لمواطن، حضراتكم أكيد قريتوا، اتعرض منزله لحريق. الريس وجه بمساندة المواطن. إيه اللي حصل؟ خلينا ناخد معانا دكتور محمد صلاح، منسق عام حياة كريمة بأسوان. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. ماذا بعد توجيهات فخامة الرئيس بمساندة المواطن الكريم؟ سيادة الرئيس طبعا دايما بينظر لأبنائه من المواطنين، دايما شايف مشكلاتهم، شايف التحديات الموجودة في ربوع الوطن كله. يمكن جت توجيهات سيادة الرئيس تشمل المواطن محمد خميس الموجود بقرية وادي النغرة، كانت توجيهات سريعة جدا ل يعني محو آثار الحريق اللي كان آثاره يعني سيئة جدا على منزله هو وأسرته. الحريق دمر المنزل بالكامل ودمر كافة الأجهزة الموجودة داخل المنزل. قامت المؤسسة ب يعني توفير الأجهزة الكهربائية لصاحب المنزل مع بعض المفروشات ومواد غذائية، وقام الفريق الهندسي للمؤسسة بحصر الأضرار لحين يعني للبدء في إعادة تهيئة المنزل. ويمكن دي مش الحالة الأولى اللي احنا بنقف قدامها، لكن دي حالة من حالات كتير جدا تم التدخل فيها. وكان مؤخرا معانا حالة منزلين برضو في قرية الجنينة والشباك، تم إعادة بناء المنزل بشكل كامل وهيتم تسليمهم خلال أيام. طيب، ده شيء أكتر من رائع. احنا بنشكركم جدا على سرعة التحرك زي ما بتقال، وده المعهود دايما من حياة كريمة. أنا بشكرك جدا دكتور محمد، كل الشكر. دكتور محمد صلاح، منسق عام حياة كريمة بأسوان. معانا بقى عم محمد خميس بنفسه صاحب هذا المنزل. أهلا 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 أهلا. أهلا بك يا دكتور. أهلا. إزاي الصحة؟ الله يبارك فيك. طمنا عليك وعلى العيلة الكريمة أولا. الحمد لله رب العالمين بخير. كلكم بخير الحمد لله؟ الحمد لله رب. الحاجة وصلت؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. قول لنا بقى جابوا لك إيه؟ نعم. قول لنا جابوا لك إيه؟ بعتوا إيه؟ بعتوا لنا ثلاجة. حلو. وغسالة. ماشي. وبوتاجاز. ماشي. إيه اللي ناقص لسه؟ اللهم صل وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام. في حاجة لسه ناقصة؟ نعم. في لسه حاجة ناقصة؟ يعني عشان نكمل بقية حاجات البيت، قول لنا والله يا جماعة لسه فاضل لنا كذا وكذا وكذا وكذا. والله ويعني كل حاجة يعتبر النار ما خلتش، لا تلفزيون ولا مطبخ. ماشي. ولا أوضة نوم ولا بيبان ولا أي حاجة يعني. يبقى احنا عايزين الفرش وعايزين الأبواب. الفرش. صح كده؟ فرش وأبواب والتلفزيون. وبعدين احنا داخلين على الصيف، يعني عايزين مراوح. المراوح. لازم. طيب قول لي البيت نفسه حالته إيه؟ والله حالته كويس. كويس يعني. مش البيت مش محتاج شوية إصلاحات؟ فيها هدف بسيط من فوق. لما المرة أكلت السقف جارت على البناية نفسها. أيوه. بقول لك يا عم محمد، أنا عارف أهالينا في أسوان نفسهم عزيزة قوي قوي قوي، فما بيطلبوش حاجة. بس سايق عليك النبي. الو عم محمد، سامعني حلو؟ نعم نعم.
بقول لك انا عارف اهالينا في اسوان نفسهم عزيزه قوي فما بيطلبوش حاجه، بس انا عايزك تقول يعني احنا قلنا كده احنا عايزين الفرش وعاوزين نصلح السقف وعايزين قلنا ايه كمان وعايزين التلفزيون والمراوح حاجه تاني والمطبخ عايزين مطبخ والمطبخ مطبخ كامل قول يا عم محمد انت ما بتقولش ليه مكسوف من ايه يا سيدي. طيب بص بقى احنا هنحاول كده نعمل تواصل باذن الله، انا عارف انه سياده المحافظ عندكم يعني ايه ما مش مستني حتى ان احنا نقول له، بس احنا برضو ايه هنحاول نتواصل معاه نقول له ايه عم محمد محتاج 1 2 3 4 ونقول له يا ست لو اشرف بعد اذنك احنا عايزين المحافظه تقف بقى مع عم محمد، حياه كريمه عملوا شويه حاجات والمحافظه بقى تكمل الباقي وباذن الله باذن الله يعني كلها كام يوم وتلاقي كله 100 فل و14. الله يبارك فيكم ونشكركم جميعا ونشكر الاستاذ محمد الدكتور محمد. ايوه ماشي. والشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله شكرا جزيلا. الرئيس مهتم بشكل مباشر بالموضوع. طبعا طبعا طبعا. يا بختك. اهتمامه زايد بالمواطنين اللي عندهم الحالات اللي زي كذا. يا بختك يا عم محمد يا بختك. الله يبارك فيك والله يبارك فيك يا استاذ الحسين. حبيبي حبيبي يا عم محمد ربنا يعني يحفظكم دايما ويديلكم الصحه. امين يا رب العالمين. واحنا اعتبرنا السكرتاريه بتاعتك احنا هنتابع مع سياده المحافظ اشرف عطيه وهن يعني هن باذن الله انا عارف انه حاجه كريمه والمحافظ هيظبطوا لك الدنيا 100 فل و14.